اهو بالشكل ده كده تمام. بقيه التوابل هاني بعد اذنك، ممكن نشيل دول. حاضر، هقول المقادير تاني. المقادير قدامكو، عندنا بيض مسلوق، عندنا بطاطس مسلوقه، ملح، فلفل، جوزة الطيب، وكاري، بهارات فراخ، ونص كوبايه بقسماط، وللتغطيه عندنا 2 بيضه ونص كوب دقيق وبقسماط. تمام، احط بقى البهارات بتاعتي، الكاري وبهارات الفلفل.